Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquí ya ve. Coucou les nets, alors Lyon Magie Scompuit, j'ai dans le canal Diali Beautiful Me by Njiwa. J'espère que les nets les mettent à abonner sur la chaîne Diali. Cliquez là le bouton s'abonner ou cliquez là le jarras, parce que bien sûr, il y a les vidéos de Diali. Donc Lyon, j'ai scompé une vidéo Jida, comme tu vois, scompé là, la trousse pour les débutants. Donc là, on a la trousse. Et je me suis fait les produits. Bien sûr, la vidéo a dit que surtout les albadines le maquillage. Et je vais vous montrer un an les moumkins et les moumkins. Bien sûr, ma vais vous le maquillage. Je vais vous des produits lecteurs, la trousse d'Yalha. Et je vais vous le basique. Alors, nous devons la mettre les comptes. Donc, bien sûr, le maquillage, bien sûr, le maquillage se deux fois par jour, la crème hydratante, bien sûr, elle est adaptée à toute la peau. بالنسبة للبشرة الدهنية ولا البشرة الجافة و من الأحسن أنه كدير واحد البرايمر ولا كريم أساس قبل ما كديروا أي حاجة على البشرة. علاش؟ باش هادوك لي برودوي اللي غتحطوهم ديال المكياج ما يتأبسورباوش في البشرة ديالكم ما كيضروهاش. بيان سور عاد أبخي كندوزو وكنحطو أي برودوي على البشرة ديالنا. دونك باش كتقدروا تبداو اول حاجه هي ليكرون او واقي من الشمس. يعني بيان سور كاين واحد الخطا كبير اللي كيديروه بزاف نتاع البنات كيقول لك ليكرون كنديروه غير في الصيف وهذا خطا لانه ليكرون كيحمينا من الاشعه ديال الشمس وحتى في ملي كتكون الشمس كاين الاشعه تحت بنفسجيه. بيان سور هادوك الاشعه كيضروا لابو يعني اوتوماتيكمون ليكران خاصو يكون في لا روتين ديالنا طول لاني. انا كندير هاد ليكران هذا ديال لا روش بوزي هذا بالنسبه للبنات اللي عندهم لابو غراس بحال لابو ديالي. بيان سور البنات اللي عندهم بشره جافه خصهم يديروا ليكران اللي غادي يجي لهم مع البشره ديالهم. ابخي كندوزو بالنسبه للبنات يعني اللي يلا بادين الماكياج انا كنصحهم ما يبداوش يعني بان فون دو طون مي بلوتو اون بيبي كريم. عندي هاد لا بيبي كريم هادي ديال ايف غوشي هادي صراحه زوينه سي اون كريم يعني اللي كتكاموفلي لي ديفو ديال الوجه. انا عندي هنا لا تانت ميديوم اللي كتجي معايا و فيها اون ميم طون الاس بي اف 20 داكور. ولكن بيان سور دو بريفيرونس كديروا ليكران عاد كديروا هاد لا بيبي كريم. انا كنصح البنات انهم الفون دو تان بلوتو ما ديروهش شاك جور حيت مودير يعني بالنسبه للبشره. من الاحسن انكم يعني بور شاك جور ان ماكياج خفيف افيك اون بيبي كريم. Après, quand on a le concealer, le concealer on a dit que c'est de Maybelline, c'est l'effaceur, c'est de Zouin, Saraha, qui est camouflé, les cernes, ou les boutons, ou les imperfections, les camouflages, donc, bien sûr, on a un beauty blender, comme l'a dit. Donc, Hadi, bien sûr, pour estomper et le concealer et la bébé crème. Ensuite, Hadi une poudre, bien sûr, pour fixer
نوت ماكياج. انا عندي هنا هاد لا لوز باودر من لا مارك فلورما، هادي زوينه. دونك بالنسبه للا بودر كنصحكم ديما تاخذوا اون بودر ليبر، يعني اون بودر اللي ما فيهاش لا كولور، باش يعني ما تبدل لكمش لو طون اللي ديجا خدمتوه قبل. داكور، دونك هادي اي ما كتبدل لكمش لو طون، اي خفيفه على لا بو. داكور، او بيان سور كاتماتيفي لو طون. Après, dozo les yeux. Donc pour les yeux, l'isbel bnat li yalla bdin fle maquillage, gatakhdou une palette li gatkoun simple. Par exemple, je vous conseille hadi les palettes hado la marque Oriflame, hado sghar ou zwinin en même temps rkhas. Par exemple, takhdou une palette bhal hadi. Mabghatch tchil. لا لا مهم ما بين لي كولور اللي فيها. دونك هادي فيها دي كولور بازيك، فيها هاد لو بيج لو مارون لو فير لو نوار وهاد لو مارون فرونسي. دونك هادو بالنسبه للبنات اللي يلاه بادين في لو ماكياج كنصحهم انهم يبداو بهاد الالوان الترابيه هادو، يعني ما يبداوش بدي كولور اللي معيقين. داكور، كوم سا افوريا ميزور من يتعلموا انهم يحطوا لي فارا بوبير كوريكتومون على العين، عاد ديك الساعه يدوزوا لي زوت كولور. بيان سور الفارا بوبير غادي نحتاجوا ان بانسو، بحال في الاول غتاخذوا غير دو بانسو، مثلا هذا لو بانسو هذا اللي كيكون بحال هكا، فوالا يكون عنده هاد لا فورم هادي. كتحتاجوا لهاد لو بانسو استامبور هذا فلافي. دونك هذا فاش كتحطوا به لا كولور بحال هكا، اي بور استامبي اون يوتيليز هذا. داكور، وهذا اون ميم طون فيه هاد لو بانسو بلا هذا اللي كتحطوا به مثلا هنا لا كولور، اولا كتحطوا فيه ديك المعاد العين اللي كتجي هنا لو كرو دو لوي. داكور، دونك هادو جوج كافيين. الوغ دابا سالينا باللي فار ماسكارا بيان سور. كنصحكم هادي ديال اسانس، هاد الغوز هادي رخيصه كدير 35 درهم، اون ميم طون زوينه صراحه كطلع لي سيل كوريكتومون. Après, pour les sourcils, on va utiliser bien sûr le pinceau هذا pour باش تمشطو لي سورسي. غتحتاجو هذا لو بانسو هذا بلان ديال لي سورسي، وغتحتاجو بيان سور ان تراسور. داكور، بحال هادو. المهم هذا سي un traceur de sourcils de la marque PB Cosmetics. هذا صراحه زوين وزوين كيبقى نيت، سي هو باش متراسي انا حجباني دابا، وميم مي كتراسيو به الحجبان وكتغسلو ما كيتحيدش. دونك سي ان تروك واتر بروف. داكور، فوالا. دونك سالينا بالعينين والحجبان، كندوزو كنرجعو لو طون. الو غادي تحتاجو بيان سور ان برونزور، هذا عندي انا هذا ديال اوريفلا بورجوا باردون، هذا شوكليت، هذا سي لا ريفيرونس 52 صراحه هذا الى توب. برونزور رخيص او ميم طون زوين. غادي تحتاجو معاه هذا لو بانسو هذا اللي كيكون بحال هكا بوغ باش غادي تحطو كوم سا لو برونزور كوم سا هنا اي هنا ميم هنا الى بغيتو ديرو ان بتي بو دو كونتورين بهاد لو برونزور. غادي تحتاجو ان فاراجو، عندي هذا ديال فلورمار، هذا لو بريتي كومباكت، هذا اللون ديالو بيش
وغادي تحتاجوا معاه ان بانسو بحال هذا ديال لو فاراجو باش غادي تحطو. Ensuite, غادي تحتاجوا هذا سي با ان تروك اوبليغاتوار مي البنات اللي كيعجبهم الهايلايت دونك غادي تحتاجوا ان هايلايت. عندي هذا زوين ديال لا مارك اف ام شوفوا فوالا il est très très pigmenté regardez donc on va dire ça joue mal avec le pinceau هذا ديال البلاش باش كتحطوه هنا et même هنا هاد لا بارتي هادي تحت لي سورسي voilà comme ceci. Ensuite, كاين بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يكحلوا العينين ديالهم خاصهم ان كريون بور لي جو هذا عندي ديال فلورمار وي دونك سي لو ستيل ماتيك اي لاينر هذا صراحه تقدروا ديروه كحول و اي لاينر اون ميم طون فوالا. Sinon, les bnet li kibrou yediru l'eyeliner jibayn, je vous conseille tibdaou, بالنسبه للبنات اللي بادين في الماكياج, تبداو بهاد les eyeliner li kikounou hakka, stylo, bhal hada. Hada indi dir la marque avant. Donc hada, kat tstamlou pour le début. Voilà. Donc hada sahel min l'eyeliner li katsaibou bleu pinceau. Et enfin, le rouge à lèvres. Donc, les rouges à lèvres, quand ça tombe, tu des couleurs les connais. Mais je flashy. Par exemple, les nudes. Par exemple, tu les crayons. Par exemple, le nude. Voilà. Sinon, les crayons, ou là, les. Rouge à lèvres mat, عندي هذا ديال فلورمار ديجا كنت هضرت لكم عليه لو سيلك مات هذا الى توب فوالا ولا هذا هذا من لا مارك لايم كرايم دونك هذا الثاني voilà et voilà les filles donc c'est tout pour la vidéo hadi j'espère tu connais je base comme je comme le sujet d'Yalha ou bien sûr lis en commentaire les vidéos libres tu te chauffes hum flash indiali بالنسبه للبنات اللي مازال ما تابوناوش لا باج انستغرام ديالي ولا باج فيسبوك جو فوز انفيت تدخلوا ليها غنخلي لكم توت لي انفورماسيون في لا بار دانفو voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, inchallah. Bisous, bisous.